علينا سيارة. تعال تفضل. السابقة اللي سطرتها الموسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. هذه الخطوة هذه يعني هي خطوة جاءت لمنسجمة أو اللي جاءت يعني للرد على مجموعة من الخروقات التي قامت بها ومجموعة من الاجتراحات التي قامت بها الوزارة الوصية مؤخرا، من بينها يعني المحاكمات السورية للموسيقيين، وكذلك الاقتطاعات الجائرة اللي تعرضوا لها الأساتذة مؤخرا في المستوى ديالها لواحد الحد يعني غير قانوني اللي كيحدوا يعني التنسيق اللي كيحدوا القانون ديال الاقتطاع. يعني هاد الوقفه هذه جاوا الاساتذه يعني باش يطالبوا بحقوقهم باش يرسلوا رساله للوزاره الوصيه بان الاساتذه لا تخيفهم اي اقتطاعات ولا تخيفهم اي شيء من الاشياء، لان هذا الحق هذا حق دستوري، حق مشروع وحق الاضراب اللي كيتجهوا ليه باش ينتزعوا الحقوق ديالهم. ومن هذا المنظر هذا الاساتذه راه كيبغيو يرسلوا الرساله، وهو انهم ماضون بلا هوادة في تحقيق المطالب ديالهم المشروعه، وهي الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه وتوفير مجموعه من الشروط النفسيه والعمليه اللي ما بقاوش الاساتذه الذين فرضوا عليهم التعاقد انهم كيحسوا بانهم اساتذه داخل المؤسسات، يعني للردع مجموعه من الممارسات المسؤوله التي يقوم بها مجموعه من المسؤولين تجاه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، من تمييز ومن الخروقات وما الى ذلك من الامور. لان هذا القانون او هذا القانون ديال التوظيف بالتعاقد هو قانون او هو توظيف هش، لا يصلح الشغيله التعليميه ولا يصلح اي يعني المدرسه العموميه ولا ابناء الشعب، لان هذا التوظيف بالتعاقد هو توظيف لا يوفر الراحه النفسيه للاساتذه، لا يوفر يعني الراحه الماليه والراحه الاجتماعيه للاساتذه، يعني مجموعه من المشاكل التي يعني يواجهها الاساتذه داخل المؤسسات التعليميه. كذلك الاساتذه يعني منهم من يعني عنده واحد الشواهد عليا كيحس براسو بانه ما كاينش واحد التحفيزات، ما كاينش واحد
الأشياء اللي تخلي أنه يبدأ داخل المؤسسات التعليمية، من بينها يعني الترقية، من بينها الترقية، من بينها أنه يولج مجموعة من الاختبارات، من بينها أنه يولج مجموعة من الأشياء. ما كاينش ديك الممثلة اللي كيتكلم عليها الوزير، ولا ديك الممثلة اللي كيتكلم عليها بزاف ديال المسؤولين. إذا الأساتذة كيحسوا اليوم بأنهم يعني مقصيين مجموعة من الحقوق، مقصيين مجموعة من الأشياء. يعني هو واحد توظيف اللي توظيف ديال الحقرة. وتحية للإخوان، وتحية لهذا المنبر هذا، وشكرا لك. نطالب بحق المشروع. أنا وليد ماجد، نحن أساتذة. لاحظوا هاد الحشيقة، هما ابناء الوطن ونحن ابناء الوطن. لسنا الفيصاليين ولسنا إرهابيين، نقولها، لسنا الفيصاليين ولسنا إرهابيين. نحن أساتذة فريدين علينا التعاقد، نطالب بحقنا ولا سير تجي بطنوبيل. انا معاك بشويه تبدا دني بحال ما الهدف من هذه الوقفه الاحتجاجيه هو اننا كنقولوا للوزاره ان التنسيقيه الوطنيه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد لا زالت متشتته بمطلبها الواحد والاوحد، الا وهو الدمج داخل الوظيفه العموميه نسوه بباقي اخواننا المرسمون. وكذلك لن تثنينا تلك القطاعات الحيفيه والقطاعات غير المبرره على النضال ثم النضال الى ان يتحقق المطلب. فالمطلب الاول والاخير للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد هو الادماج داخل الوظيفة العمومية، ولا شيء سوى الإدماج، ولا شيء غير الإدماج. هذا هو الهدف الأول والأسمى من هذه الوقفة الاحتجاجية، وهي وقفة سلمية. التساؤل الذي يطرح نفسه، لماذا تم تفرقة الأساتذة؟ ونحن نقوم بجميع الاحترازات التي توصل بها الوزارة الوصية من تباعد جسدي أو وكذلك من كل البروتوكول الصحي التي توصي به هذه الوزارة المعنية. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.